فيديو ظهر فجأة على شبكات التواصل الاجتماعي امبارح وتحول إلى حديث الناس والصحافة. الفيديو تحدثت عنه الصحف اللبنانية اليوم النهار والأخبار، وحتى اليوم الصبح اجاني اتصال من السي ان ان عم يطلبوا إجراء حديث معي عن هالفيديو والإنترنت بلبنان. الفيديو حملته على الإنترنت صفحة أولد بيروت لبنان على الفيسبوك. هو مقطع لحلقة إلي سنة 1996 بقدم فيه شرح عن الإنترنت ببداية دخوله إلى لبنان. إذا ما شفتوه بنشوف مقطع منه. انترنت انترناشونال يعني ولا انترنت بس؟ انترنت انتر شو؟ خلينا نحكي بالمطلق. اول شيء الانترنت هي الكمبيوتر الخاص لإلي موصول بشبكه محدده، هذه الشبكه بتخولني فوت على اي كمبيوتر ثاني موصول باي مكان بالعالم. في واحد يعمل شيء غير قانوني على الانترنت؟ في انترنت بالعربي او بعد ما صارت الخدمه؟ في كل الناس تعرف الرسالة اللي بعتها أنا لشخص محدد؟ ما فهمت السؤال. يعني إذا أنا بعتت رسالة هلأ على بيروت هول، نعم، لعند ندى، نعم، فيك حضرتك كمان إذا كنت على نفس الشبكة تعرف الرسالة تقراها؟ لا. هل ممكن الإنترنت يلغي الصحف؟ الورق أو الصحف أو الخبر؟ الصحف العادية. أنا ما بعتقد، لأنه الورق مثل أنا شخص غالي كثير لإلي، بحمل ورقة أنا بتختي، أنا قاعد على ما فينا نوصل شي نعمل او يمكن يطلع شيء اصغر. هل تتوقع انه الانترنت يصير بديل لكل العلاقات الانسانيه؟ يصير اي علاقه بين شخصين عبر الانترنت يبطلوا الناس يحسوا هن بحاجه ليتعرفوا شخصيا على بعض؟ ما بعتقد ممكن. يعني بعتقد الانترنت عم تخلي الناس يتعرفوا على بعضهم اكثر، بس من دون ما يكون في علاقه مباشره. ما عندك التخوف؟ ما بعتقد. لا، شريكي بهاللحظة التلفزيونية هو الأستاذ نبيل بوخالد المستشار في الاستراتيجيات المعلوماتية والإنترنت. مساء الخير. مساء الخير. شكرا لحضورك. كان هذا اللقاء الأول لنا بعد 21 سنة. بدي أشكر يعني صفحة الفيسبوك أولد بيروت لبنان اللي رجعت جمعتنا. نحن بعدنا بالبيروت هول لأنه وقتها كمان عم بحكي عن البيروت هول. كمان. أنا خسرت كل شعراتي وأنت بيضه. يعني أنا بيضه. كيفك؟ بشكر الله. ماشي الحال. بدي وجه كمان تحية للزميلة ندى صليبة اللي كانت معي بهيدي الحلقة. كتير قصص تغيرت يعني بهال 21 سنة. انت يعني اذا بدي بلش اعرف عنك اكتر، حضرتك كنت وقتها مسؤول بقسم الاي تي بالجامعة الامريكية في بيروت، وحاليا بتدير شركة خاصة فيك، ومؤخرا منحت جائزة انترنت هول اوف فيم، وهي واحدة من اهم الجوائز العالمية المختصة بالناس اللي بيشتغلوا بالانترنت. انت كنت الشخصية العربية الوحيدة يعني بلايحة هالجائزة، وهي يعني اذا بدك اهم 100 شخصية بالعالم بيشتغلوا بهالحقل. اذا بدنا نرجع لهيدي الحلقة وانت وعم تحضرها، يعني شو يعني انت الشخص الوحيد اللي لازم اسألك بهالحلقة، شو حسيت انت وعم تحضر؟ اول شيء يلي حسيته رجعت شفت وجوه ناس اللي صار لي كان زمان كثير ما شايفها، مثل سام لطف الله، مثل صباح واللي بشوفها زمان. كمان ما بحضر تلفزيون انا. ما عم تحضر يعني؟ انا ما بحضر تلفزيون. لا نعم. فثانيا صرت فكر بالتنبؤات اللي صارت بهداك الوقت، شو كنا بسيطين. وقديش تقدمت الانترنت بسرعة، وقديش تقدم استعمالها بسرعة عجائبية من وقتها لهلا. نعم، ما كان فينا نتوقع هيدا الشيء، يعني صار بطريقة سريعة أو مفاجئة أو هو بال 96 كان الورد وايد ويب اوريدي، كان يعني اخترعوه، بس ما كان بعد صار كوميرشلايز مثل ما صار بعدين. نعم. سو بكل تأكيد يلي صار من ال 96 لل 2001 كان عجائبي. أنا ما عندي الفيديو على فكرة، هيدي الحلقة ما عندي إياها. بدي أشكر أولد بيروت لبنان اليوم من الصبح عم جرب أتواصل معهم لإذا عندهم الفيديو أحصل عليه، بس ما قدرت أحكي مع شخص. إذا صاحب الصفحة يعني عم يسمعنا هلا بتمنى إنه يبعث لي رقمه لأتواصل معه. أنت كيف عرفت بالفيديو؟ يعني حدا بعث لي وبعد شي 10 دقائق تلفنت لي انت. بهالسرعه. بهالسرعه. نعم. نعم. الشيرز والانتشار تبعه رقم قياسي مثل ما قلت. كمان بس تحضر يعني المقطع الكامل اللي محطوط بتشوف كيف عم نحكي
يعني كأنك عم تعمل فيلم ساينس فيكشن، يعني الخرافة العلمية، وحتى الكلمات يعني عم نعرف عليهم. ايه حدا من الضيوف يعني حتى عم بيقول عم بده يعطي رقم انترنت، غير انه واحد بده يعني عنوان بريد الكتروني، غير انه بدك تقراه وطويل، وعم نقول وات ساين وراها. اذا لاحظت زمان بال 96 كان في بلبنان بس تقريبا 5200 مستعمل الانترنت، و2600 منهم كانوا باليوبي، فما كان في حدا، وبالعالم كله كنا بعدنا بال 100 مليون. ف 96 يعني كان بعده شيء انه مبلش. نعم. اذا وقتها كنا عم نحكي عن يعني مثل ما بيقولوا الحدث الكبير الاتي، اليوم اذا بدنا نحكي عن الحدث الكبير الاتي وبعد 20 سنه بده يجي حدا يستعمل هيدا الفيديو، شو اللي بده تنبؤات رح تكون مثل هيدي التنبؤات، لانه نعم. اليوم كمان في تعرفه على اشياء جديده، في تغير جذري باستعمال الانترنت، اليوم صار في الارتفيشال انتليجنس، صار في الاي او تي انترنت اوف ثينجز، صار في الفيرتشوال تكنولوجيز، صار في 3 دي برينتينج، فنفس الشيء يعني اذا عم نطلع لقدام نعم رح نعطي تنبؤات يلي كثير منها رح تكون ما رح نصيب فيها. نعم او رح نصيب. نعم. انت ما كنت متوقع مثلا انه يعني الصحافة الورقية توصل للي وصلت له، وما كنت متوقع انه هالقد يصير الانترنت هو بديل للعلاقات الاجتماعية. انا اللي كنت متوقعه انه رح يصير في صحافة الكترونية، بس ما كنت متوقع ان تكون ببلاش. يعني وضع الصحافة الالكترونية ببلاش خلت الصحافة المطبوعة ما بقى يكون في عندها ماركت. نعم. ذكرت القصص الثلاثة الكبيرة اللي جاية، شو الاي او تي؟ اي او تي اللي رح يصير كل الاشياء موصولة ببعضها، يعني السيارة، التليفون، البراد، الغسالة، ساعة الكهرباء، ساعة المي، الاسانسور، كله موصول بالانترنت. هذا الشيء شو بيعني؟ هذا الشيء رح يعني انه صار الانفايرمنت تبعك كله كمان انفايرمنت يلي هو رح يصير اذكى واذكى واذكى، رح يصير اقلم حاله مع متطلباتك، رح يصير يظبط الوقت تبعه على وقتك. ف الارتفيشال انتليجنس مع هود الديفايسز رح يخلي الانفايرمنت تبعك يصير مؤقلم لإلك. نعم. طيب يعني اذا البراد موصول بالانترنت شو رح يتغير فيه؟ يعني رح يقول لك شو في بقلبه، رح يقول لك انت ما بقى عندك زبده، ما بقى عندك بيبسي، ما بقى عندك رح يقول لك الحراره تبعي تغيرت، في شيء فسد بقلبي، رح يقول لك تك الديجونتور مثلا، تك الديجونتور عندي تك، رح يقول لك تك، رح الباركينج سبوترات مثلا، رح يقول لك وين في باركينج، احسن محل في باركينج بدلك عليه، لانه في سنسر بالارض يلي هذه سيارتك رح تقول لك سيارتك والمحل الباركينج بالارض وابلكيشن على تليفونك. نعم. او بسيارتك. معقول يجي نهار البرادك يعبي حاله لحاله؟ في يطلب، في برادك يطلب، اذا اعطيه اذن انه يطلب بصير يطلب من سوبر ماركت وتيجي دليفري له. والغاز معقول يعني ما بقعد في غاز ما في غاز مات الغاز شو بيصير؟ سولر موست بروبلي، وبتصير طبخه تطبخ حالها لحالها حالها لحالها. اكشلي اليوم موجوده هيدي، اليوم عندك مكنه بتحطها ببيتك، بتقوم على بكره عملت لك خبز، بتقوم على بكره عملت لك قهوه، موجوده هيدي، بس رح تصير عم تعملها بطريقه كمان يلي هي عم تتعلم من اللي شو بتعملهم انت، بدل ما انت تعملها بروجرامينج وتعملهم بطريقه يلي هي بتناسب متطلباتك. نعم. او عضليتك. نعم. هذا الشيء اللي كمان سميته الذكاء الاصطناعي، رح يجي وقت انه يصيروا هن هالمكنات يتعاطوا لحالهم وياخذوا قرارات مش انت مبرمجها. يعني بعتقد هذا الخوف الاكبر، انه تصير المكنه هي اللي متحكمه فيك ومش العكس. اليوم في كثير، في كثير تفكير بهذا الموضوع، في عندك ناس كثير مهمين مثل ماسك تبع الاكس سبيس اللي بيقول لك لا لازم نبطئ هذا الموضوع، في خطر منه. شو الخطر اللي ممكن يصير؟ عم نخلق شغله اللي ما عندنا كنترول عليها. يعني متى ما صار هو يفكر، ما بعرف اذا سمعت من كم سنه اطلقوا مكنه تعلم حالها باقل من 24 ساعه صارت نازي، صار تفكيرها تفكير نازي. انهوا الاختبار وقفونا. نازي من اي نوع؟ من النازيه، من تفكير انه هيدا لازم نقتله، هيدا لازم لانه ما كان عم تفكر. لا. يعني من والانسان بفكر هيك، بس انه المكنه بتفكر كثير اسرع وكثير، لان المعلومات عندها محدوده. نعم. اكثر وما في شعور.
يعني رح نجي وقت والنبوءات تبع الافلام تتحقق، يعني ترمينيتر لما تصير انه المكنه كل شيء شفناه قبل عم يتحقق مش هيك؟ تصير يعني الانترنت تو سبيس عم تتحقق، يعني اليوم في كثير ديفايسز قاعدين بسبيس اوتر سبيس ما عاد بس على الارض. نعم فيهم انترنت فيهم كوميونيكيشن. وحده ثانيه كمان من القصص الثالثه الفيرتشوال رياليتي اللي هي يعني المستقبل بالفيرتشوال رياليتي، يعني صار فيك انت مثل في حاضر في مستقبل. نعم. اليوم في حاضر فيرتشوال رياليتي، يعني فيرتشوال رياليتي يعني انا قاعد ببيتي في حط شيء على عيوني او حط راسي بشيء وحس حالي انا ماشي بكندا بشوارع اليوم كندا. اليوم نزل على بيروت سوكس في ستاند حاطينه بحطوا اوانيت بتلاقي ناس قاعدين وعم بيصرخوا مفتكرين حالهم عم بيغرقوا او عم بي. نعم وانت بتكون جزء، يعني بتصير مثلا اذا انا على بالي روح على السينما بدل ما روح على السينما بحط العنوان هيدي البير بوجهي بكون كانه صرت بالسينما. في بعض الفيجن بيقولوا انه رح يوصل الوقت الناس ما بقى يطلعوا من اوضه، قاعدين بهالاوضه وكل شيء كل شيء بيجيهم بهالاوضه، بيسافروا بيسبحوا هن قاعدين باوضه واحده. نعم وصلت لمحل انه يكون اثنين سوا بذات يعني انا حاططها ببيتي وانت حاططها ببيتك كانه قاعدين سوا. موجوده نعم هذه صارت موجوده بس بعدها مش تجاريه، يعني مش انا مش مجربه بس قاري انه موجوده. كان فينا نعمل حلقة من دون ما تجي يعني. بدون ما ايش هلا كان فينا نعملها على سكايب. نعم نعم هيدا للحاضر. قلت كمان التطور الاكبر يمكن يكون انك تعيش المستقبل بالفيرتشوال رياليتي، هيدي لوين رايحه هالاختبارات؟ انا ما عندي معلومات عن هذا الموضوع تماما، انه كيف تشوف المستقبل بالفيرتشوال رياليتي او عم تحكي عن مستقبل الفيرتشوال رياليتي. لا لا كيف بتشوف المستقبل بالفيرتشوال رياليتي؟ يعني بتكون مبرمجه بطريقه انه بتقلها مثلا فرجيني انا بعد 30 يعني بتصير سنه بتصير بصاره يعني هيك بتقصد؟ نعم اي معقول؟ هلا عم بيقولوا انا صرت بصار يعني اي انا شو قريطه يعني هو انت بصاره استاذ نبيل شكرا لك. قلت لك اذا فيك تلبس ذات الجرافات هيدي الجرافات كنت جرافات تجوزت فيها بس ما كنت لاقيها، لازم كنت مخبيها شي محل بس ما كنت لاقيها. بدي اشكرك شكرا لمجيئك وهيدا فيديو جديد لنشوف بعد 20 سنه شو رح يزبط وشو ما رح يزبط. استراحه سريعه من بعدها زيد حمدان. بلا طول سيره مستمر معكم بعد الاعلان.